ولنقاش الملفية السورية ينضم إلينا عبر سكايب من مدينة إسطنبول التركية المتخصص في الشأن السوري ياسر النجار. أهلا بكم سيدي. حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا. يرى مراقبون أن السياسة الأمريكية في سوريا هي من أسباب تفاقم الأزمة، كيف يمكن تقييم الموقف الأمريكي طيلة السنوات العشر من الثورة السورية منذ إدارة أوباما والخطوط الحمر التي كان يحذر بها نظام الأسد إلى إدارة بايدن الجديدة؟ طبعا لا أحد ينكر على أن المسألة في سوريا الآن أصبحت يعني بشكل واضح وجلي هي نتائج لما تريده الدول على مستوى الدول العالمية، أتكلم عن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والدول الإقليمية. يعني لا أحد ينكر على أن الملف السوري هو ملف تتجاذبه هذه الدول فيما بينها، وبالتالي نعلم أن الأسباب التي أدت إلى استمرار هذه الأزمة طوال العشر سنوات الماضية هي سبب عدم وجود إرادة دولية لإيجاد حل سياسي. كل من الدول المتدخلة بشكل مباشر في سوريا تريد لها حساباتها الخاصة في المسألة السورية، وآخر عما هو حل الأزمة وحل سياسي يراد يعني يرغب به السوريين، الشعب السوري الذي قدم الأرواح وقدم كل هذه الخسارات والممتلكات. بنهاية الأمر نستطيع أن نقول أن الولايات المتحدة الأمريكية تعاملت مع ما يحصل في سوريا من باب المصلحة، من باب الإدارة لإدارة الأزمة، ولم تتعامل بتقديم أي طروحات للحل. صحيح أن هناك كانت بعض الخطاب السياسي يتعالى وهناك تصريحات وتهديدات، ولكن في نهاية المطاف كل هذه التهديدات كان مآلها هو تحقيق بعض المكاسب السياسية، إيصال بعض الرسائل السياسية ليس إلا. إذن عندما استخدم النظام السلاح الكيماوي كان يجب على الولايات المتحدة الأمريكية بناء على تعهداتها وبناء على الخطوط الحمراء التي رسمتها أن يكون لديها دور عسكري واضح لمعاقبة المجرم بشار بعملية استخدام السلاح الكيماوي، ولكن ما حصل أنه مجرد استعراض للعضلات، وصول للبارجات العسكرية، تحضير عسكري لعملية عسكرية، وفي نهاية المطاف تراجع الولايات المتحدة الأمريكية. كل هذا الأمر يعني لأن الإدارة الأمريكية في عهد أوباما كانت تدير هذه الأزمة من باب المصالح، وهذا ما كان لا يرضي كل يعني من كان في هذه الإدارة. شهدنا أن هناك يعني أنتوني بليكن كان يعترض وقدم استقالته، وهو الآن يدير الملف الخارجي على مستوى السياسة. هل هناك توقعات لتغيير ملموس في السياسة الخارجية الأمريكية وتعاطيها مع الملف السوري في ظل الإدارة الجديدة لجو بايدن؟ يعني بتصوري إدارة ترامب كان همها أو آخر همها أن يكون هناك حل سياسي في سوريا، وتركت المساحة مفتوحة لروسيا لتعيس فيها فسادا، وشهدنا الدور يعني تصاعد الدور الروسي على المنحى العسكري وعلى المنحى السياسي. الآن إدارة بايدن يعني تقدم رسائل على أنها لن تكون يعني تفتح المجال إلى روسيا لتفرض سيطرتها كما كان هو شأن الإدارة السابقة، وبتصوري كل انتقادات بايدن لإدارة ترامب على أن هناك حالة غزل ما بين ترامب وبوتين، الآن بتصوري التصريحات تتعالى باتجاه يعني تقزيم دور روسيا في سوريا، وبالتالي يعني لي يعني تقليل الخسارات التي شهدناها في عهد إدارة ترامب. نتكلم عن إدارة ما يعرف بمناطق خفض التصعيد، ملف روسي بامتياز كان آخره سيطرة النظام والقوات الروسية على ثلاثة من أصل أربعة من مناطق خفض التصعيد في الجنوب وفي محيط دمشق وفي الريف الشمالي لحمص. الآن نتكلم أيضا عن تقزيم دور روسيا السياسي التي كانت تعطل المسار التفاوضي في جنيف وتفتح المسار ما يعرف باللجنة الدستورية الذي لم يقدم ولا أي سطر حتى في مسودة الدستور طوال السنوات التي يعني سمعنا عن يعني الاتفاق على تشكيل ما يعرف باللجنة الدستورية. حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تقدم، وكما ذكر تقريركم يعني حتى بيدرسون يعني من خلال الأمم المتحدة أدى على أن هذا المسار وصل إلى طريق مسدود، وروسيا مسؤولة عن هذا الأمر بناء على دعمها لهذا النظام الذي لا يريد أن يكون هناك أي مسار لحل سياسي. في هذا السياق، بعد تعثر جولات صياغة الدستور والأوضاع الميدانية والعسكرية المضطربة على الأرض، ما سبل حماية المدنيين والحفاظ على سقف أدنى من الحقوق الأساسية للأطفال والعائلات
في مخيمات النزوح التي تعاني. شاهدنا الكثير من الصور المؤلمة في الأيام الماضية بمخيمات النزوح. يعني نعلم جميعا أن مسؤولية الأمم المتحدة على المسار الإنساني هو يعني المسؤولية الأولى، ونعلم أن جمع التبرعات وجمع الدعم الذي تم تقديمه إلى يعني من قبل الدول إلى هذا المسار كانت ليس بالقليل، وبالتالي الأوتشا الممثل للأمم المتحدة على المسار الإنساني في سوريا هو الذي يجب أن يباشر بطريقة أسرع ويكون حاضرا لكل هذا يعني التدهور للحالة الإنسانية. نتكلم عن حالة إنسانية متفاقمة لطالما تكررت خلال السنوات، كل فصل شتاء كانت مثل هذه الحالة تتصاعد حتى هذه اللحظة، يعني الاستغاثة والاستجابة كانت بطيئة جدا من قبل الأوتشا. أما على المسار السياسي فبتصوري يعني الأسد وبناء على القوانين الدولية وما يعرف بتقرير حقوق الإنسان اتهم بشكل مباشر وواضح على أن الأسد استخدم السلاح الكيماوي، وبالتالي نعود بنا إلى القرار الذي كان تحت الفصل السابع حول عدم يعني عودة النظام لاستخدام السلاح الكيماوي. إذا تحققت الإرادة الدولية لإيجاد حل سياسي فسنشهد تصاعد للدور الأمريكي، وسنشهد مقابل تفعيل لما يعرف ب يعني القرارات تحت مظلة القانون المادة السابعة، وبالتالي سيتم سقوط النظام الذي هو ساقط أصلا. ولولا وجود روسيا وإيران لما وجدنا لهذا النظام. النظام حول سوريا إلى دولة فاشلة ولا يستطيع أن يتحكم بمفاصل الدولة، بل على العكس الميليشيات الفاطمية والزينبيون وكل هذه الميليشيات هي التي تدير الموقف على الأرض وفي السماء. نجد أن الطائرات الروسية هي من تدير. إذا بشار الأسد لا حول له ولا قوة، وبوجود إرادة دولية وبالضغط على الدولتين الاحتلال إيران وروسيا سيكون هناك حل سياسي واضح في سوريا ينعم به السوريون ويخف يعني ما يعرف بمصاب القتل والدم والتدمير الذي تحصل في سوريا. شكرا جزيلا لكم المتخصص في الشأن السوري ياسر النجار، كنت معنا عبر سكايب من مدينة إسطنبول التركية.